يا مرحبا، تفضل. اي كتبت بمناسبة نجاح امتحانات البكالوريا، أتقدم بالشكر لسكان مدينة بريك بمناسبة حصولي على شهادة البكالوريا. أشكر سكان مدينة بريك. بها العمر إسلام، تلميذ اشتاج شهادة البكالوريا، تحصلت على شهادة البكالوريا معدل 13.98. نشكر قناة الأنيس أولا على هذه الزيارة اللي درتها لنا البيت تاعنا وشاركتنا الفرحة، ونشكر ربي سبحانه أولا، نقول الحمد لله يا رب العالمين اللي تحصلت على شهادة البكالوريا. أنا مسيرتي الدراسية بديتها من مدينة باتنا في مدرسة المعاقين بصريا 10 سنين، احتلت شهادة التعليم المتوسط، ثم انتقلت إلى مرحلة التعليم الثانوي وين في مدح ثانوية بريكة الجديدة حي الدرناني. نشكر الأساتذة ثاني تاع الثانوية اللي وقفوا معايا حتى آخر يوم عقبت فيه الباك، خاصة أستاذ الاجتماعيات أو الفلسفة أو الأدب، وأساتذة الدروس خصوصية كما أستاذ الرياضيات. نقول لهم ربي يحفظكم وربي يحفظ. والشكر ثاني للوالدين والعائلة الكريمة. نقول الحمد لله يا ربي اللي تحصلت على شهادة البكالوريا، وشكرا لكم على هذه الزيارة. نتفرع نقرا علوم اجتماعية ونروح علم النفس. لحد الآن أنا نفكر كما هكا وقادر نبدل رأيي. العمر 68 سنة عامل، يعني دوك راني نطريت من قاعد قلتها. وقبل كل شيء نشكر هذه القناة اللي زارتنا، الدار الأطلال الأنيس، ونتمنى إن شاء الله النجاح لوليدي واللي الناس اللي يعني ما نجحوش من بعد، نتمنى لهم كل إن شاء الله النجاح، لأن ما نجحوش السنة ينجحوا العام الجاي، ونتمنى لوليدي إن شاء الله مستقبل لاباس به. وشكر لك. نشكر قناة الأنيس على هذه الزيارة ولهذا التشجيع الجميل يعني ممكن من القناة فيما يخص ولد خويا بوحالة عمر الإسلام على نيله شهادة البكالوريا بمعدل 13.98، وهو ذو الهمم العالية. ونشكر يعني الوالدين يعني اللي قاموا بالواجب نتاعهم، ونشكر الأساتذة هما اللي يعني المرحلة الثانية يعني اللي بذلوا مجهود باه يعني كما نقولوا باه جاب الشهادة هذه. نشكرهم بزاف الأساتذة اللي قراوه شتى في باتنا أو في ثانوية حي الدرنال الجديدة حي الدرناني. ونشكر لكل من شجع ولد خويا بوحالة عمر الإسلام، والسلام عليكم.